بالملعب الأسطورة وفي بطولة الأسطورة في نسختها الثانية وفي لقاء كبير، لقاء ممتع سيكون على أرضية هذا الميدان، نهائي مبكر يجمع الفاصلية من أمام مجد القنفذة الضاف 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 في هذه البطولة الرمضانية الثانية على أرضية هذا الميدان، وبدعم رائع وكبير من الأستاذ أحمد كعكي اللي يدعم هذه البطولة الرائعة، هذه البطولة الجميلة على أرضية هذا الميدان. كما ذكرت النهائي المبكر اللي يجمع الفيصلية، هذه الفرقة العريقة، هذه الفرقة الكبيرة، هذه الفرقة اللي في رصيدها الكثير والكثير والكثير من الألقاب، مجد القنفذة الفريق الضيف، نعم على البطولة المكاوية، الضيوف في أرضية هذا الميدان، نعم أقوى الفرق هناك، نعم في القنفذة مجد العباد، لا مجد القنفذة، هل سينتصرون ويخطفون بطاقة المرور؟ يا سلام يا سلام يا سلام، فانتا خطيرين 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 في الكرات العالية، انتصرات يا الله 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 الله، الغماري الغماري في الكفة، التدخل الموجود وصلت لفك الآن، وصلت على اليسار، شفت الاستلام عثمان يلعب لك كرة أمامية ممتازة، يضعها كفاني والعودة لتقنية الفار، شوف الأعصاب من جانب الفرقتين، شوف التمنيات من جانب الطرفين، شوف لسان حال عزيز الشيخ يعود 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 عبد العزيز الشيخ، انتابع الان الاستمرار والاستمرار، اعطى الاستمرارية الان، انتابع عملية التماس عن لاعب الفيصلية، الفيصلية والبحث عن الهدف الاول، الفيصلية والبحث عن الكوب، غماري التسديدة الماضية، مع الآن رمية التماس لفرقة الفيصلية، الكرة من عثمان السلمي، البحث عن الشنقيطة في الاستلام، البحث عن مرور الشنقيطة، عرضية ممتازة، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الرائعة في هذه البطولة، نتابع الآن أيضا اللقاء منقول حصريا عبر شبكة ميديا أن تكون بنيران صديقة، كان يسار تمريرة، السلمي السلمي السلمي، الشنقيطي وحده، وصلت الخطير الغماري الغماري الغماري، عرضية الله، عادت الآن في منتصف الميدان، كرة أمامية، شوف الانطلاقة، راح 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 راح، لكن برافو برافو برافو، يا الشيخ والعودة من جديد لتقنية الفار، نعود من جديد وإياكم لتقنية الفار لمراجعة اللقطة الماضية والكرة، العز اللي غادر هو الآخر في البطولة في اللقطة الماضية، عبد العزيز الشيخ أعطى الاستمرارية، أقوى هجوم الفصل الفصلية في منتصف الميدان لمصلحة مجد القنفذة، انتابع الآن كرة تتلعب ممتازة عالية خلف المدافعين، الرأسية الرأسية والكرة اللي راحت وين؟ إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة الماضية اللي بتتلعب أمامية ممتازة رأسية، البحث عن تركي الغماري أو البحث عن كافاني، خطفها كافاني كافاني يا كافاني، الكرة لا زالت حائرة بين كافاني ودفاعات المجد، الكرة بتتحول، التسري الآن ممتازة، لكن برافو برافو عبسوس أعطى الاستمرارية، الكرة عند كافاني وحدة عثمان 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 عثمان، هل سيسجلون من كرة ثابتة؟ هل سيطلبون من كرة عالية؟ انتابع الآن السلمي يترك عن عثمان، الله 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 الله، الكرة تصل في المنتصف الآن عند عبد العزيز فرح، الكرة الأمامية يتصل الآن، خطفها خطفها كافاني 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 كافاني، الله شنقيطي شنقيطي للمرة الثانية، شنقيطي يا شنقيطي
ناديه الشنقيطي يقدم مستويات ولا احلى، يقدم اداء ولا اروح. الكره عند ماهر الشريف الان يترك للشنقيطي التسريب السرعه بتسجيلها. الله يا الله يا الله يا الله على الركلات تتابع الان الخطا الموجود عند عيسى. عيسى في شوط اللقاء الاول والخطا الموجود لفرقه المجدلان. المجدلان الكره ممتازه، ابعاد من فكه خلصها، بتعود من جديد على الجهه اليسرى ومعها مشاهدينا متابعينا الكرام يطلق الحكم عبد العزيز الشيخ الصافره معلنا عن نهايه شوط اللقاء الاول بالتعادل السلبي الصفري بين مجد القنفذه وبين فرقه الفيصليه. نعود لكم مشاهدينا متابعينا الكرام لاستكمال الشوط الثاني من هذا اللقاء الممتع في هذه البطولة الرمضانية الأكثر من رائعة على أرضية هذا الميدان، بطولة الأسطورية، بطولة رائعة، بطولة جميلة، بطولة الأسطورة الثالثة الرمضانية على أرضية هذا الميدان. وبالتالي من سيكون بطل هذه البطولة؟ نلعب في المنحنى الأخير من هذه البطولة، نعم دور الثمانية، اللقاء اللي لا يقبل القسم على اثنين، أكون أو لا أكون في هذا اللقاء للفرقتين الفيصلية. مجد القنفذة الشوط الأول انتهى سلبيا، الشوط الأول انتهى صفريا، لكن المستوى الرابع اللي كان من الفريقين، المستوى الجميل اللي كان من الفريقين، شنقيطي 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 أرضية شنقيطي. الله شوف تنشيط مستوى منتصف الميدان من جانب الفيصلية، تنشيط الأداء من جانب الفيصلية في كرة أولى من هاني، لكن التغطية الموجودة والكرة اللي بتبعد عن يسار التسريعات وصلت عيسى تسديدة. لأبناء القنفذة لأبناء المجد الشوط الثاني والوجه الثاني الثاني الثاني، الكرة راحت عثمان عبد القادر فهد محمد نزل إلى أرضية الميدان من جانب فرقة الفيصلية. التبديلات الكترات. الله يا الله يا الله يا الله على فرصة من جديد بتضيع شنقيطي، دار شنقيطي وحده، هاني تمريرة السلمي عرضية إلى خارج أرضية انتابع الفيصلية والكرة الثانية تتعب الأرضية. الوحيد لكن الى الان الفيصلية لا يسجلون، مجد القنفذة لا يسجلون، الكرة عند الغماري، الغماري أوه أوه أوه. على كرة من اقدام الغماري بتعود الان من جديد وحده، الثانية وين؟ الى خارج ارضية الميدان. نعم مجد العبادلة، مجد القنفذة انتابع الان الكرة اللي بتتلعب من السلطان. ننتظر الى نهاية هذا اللقاء في خطأ موجود الان عند سلطان العبدري. سلطان يا ستار يا ستار يا ستار لمصلحة المجد الان. شوف الماس وشوف رمية التماس، الكرة بتتحول اتصل على اليسار على اليسار على اليسار. الله 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 الله. شوف التمهيدة من جانبي إمشار النفاعي تدل على ايش؟ شوف 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 الفرصة الضائعة اللي عدت الأخير. انتابع الثواني الأخيرة، انتابع اللحظات الأخيرة، انتابع الكرات الأخيرة، انتابع انتابع. ومعها مشاهدينا متابعينا الكرام يطلق الحكم الصافرة معلنا عن نهاية الشوط الثاني أيضا بالتعادل السلبي. لا تذهبوا بعيدا لحظات ونستكمل هذه الليلة. ركلات الحظ، ركلات الترجيح مع أولى الكرات عند علي، علي أولى الكرات، علي 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 من جانبي المجد، من جانبي مجد القنفذة.
تركي الغماري، تركي الغماري وصالح تركي الغماري، انتابع الان انتابع انتابع الفصلية اولى الكرة. على الكرة الضائعة سعد امين ام سعود، سعد او سعود، سعود او سعد، انتابع الان الركلة الثانية. والكرة بتضيع الثانية الآن عند ماهر، عند الشريف، عند الشريف، عند الشريف، قالها عدنان، هذه كوب، قالها حلواني، هذه كوب، كوب 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 كوب، وبكنا 18 على تنفيذ اللعبة. هذا حمادة، العب تبي، العب تبي، يا سلام يا سلام. على كرة القدم وعلى ركلة الأعصاب وركلات الحظ، انتابع الآن انتابع الآن يا السرمي، انتابع السرمي الآن، السرمي 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 السرمي، الله 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 الله، السرمي في الكوب، حطها للدريبي على تنفيذ الركلة الرابعة 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 الرابعة، بجانبي البدوة بالتالي الركلة الرابعة. وبالتالي ياسر عزيز وصالح انشاري، ياسر عزيز، ياسر يا ياسر، هذه كيف يا ياسر، يا سلام يا سلام يا سلام على برودة الأعصاب والهدوء من أفضل المدافعين في البطولة. إحسان 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 في الجول، راحت 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 في الجول، الركلة الخامسة، كلي عدنان هذي كاف، كلي عدنان هذي كاف هذي كاف، الله آه يا الحق آه يا الحق، اجلس اجلس يا سلمان، اجلس اجلس يا سلمان، عطوه كرسي علي سلطان، في الجول في الجول في الجول من جانب السلطان، والجول السادس من جانب السلطان. عند الفصلية عند الشنقيطي، اوه يا شنقيطي، اوه يا فصلية، انتابع الركلة، انتابع انتابع الركلة السادسة، ابي كاف ابي كاف ابي كاف، لا 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 لا، الفصلية يغادرون، الفصلية يتركون هذه البطولة، ولعن الدور الثمانية لا زالت متواصلة برفقة فرقة الفصلية، مبروك فرقة مجد العباسلة.